المسافات البعيدة ولا المتاعب الكثيرة أنست الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج المناسبات الوطنية لبلدهم اليمن، فها هم بالرغم مما يكابدونه في سبيل تحقيق أحلامهم وطموحاتهم يصنعون لأنفسهم أجواء تشبه تلك التي اعتادوا عليها في بلدهم هنا في برد موسكو، وعلى مساحة صغيرة لم يسمح لهم بغيرها يحيي الطلاب المبتعثون في روسيا هذه الأمسية بمناسبة الذكرى 49 لعيد الجلاء كفقرة تتخلل اعتصامهم الذي بدأوه يوم الجمعة للمطالبة بمستحقاتهم المالية. وهناك على رقعة بعيدة أخرى من الأرض وفي ماليزيا تحديداً يحتفي الطلاب أيضاً وفي ظروف لا تختلف كثيراً، فمخصصاتهم المالية منقطعة لنصف عام. تمر هذه الأيام والوطن يعاني، وما معاناتنا إلا امتداد لمعاناة الوطن. البعد الجغرافي الكبير الذي يفصلهم عن وطنهم لم يمنع عنهم آثار الحرب التي يعيشون تبعاتها في بلدان الابتعاث. غاب الطلاب عن اليمن وغيبوا عن اهتمام مسؤوليها، إلا أن هذه المشاهد تؤكد أنها بقيت حاضرة في وجدانهم أينما حلوا. رددي أياتها الدنيا نشيد.